بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الكرام إن نعم الله علينا وعلى الناس لا تعد ولا تحصى ومن أعظم نعم الله علي وعليكم أن من علينا بإدراك هذا الشهر الكريم إدراك هذا الشهر أيها الإخوة في صحة وهداية نعمة عظيمة تستوجب علينا جميعا شكر المنعم جل وعلا وإنما يكون الشكر له جل وعلا باستغلال أيام هذا الشهر بل ساعاته فيما يقربنا إلى المنعم جل وعلا فهذا الشهر كما أخبر الله عز وجل أياماً معدودات تذهب سريعاً وتنقضي جميعاً وحينئذ يفرح الشاكرون بنعمة من الله وفضل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذا الشهر أيها الإخوة فرصة عظيمة لعمارة القلب بالتقوى والقلب إذا عمر بالتقوى صلح فإذا صلح القلب صلح الجسد كله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون من الظواهر التي نلحظها في أنفسنا ويلحظها كثير منا أن كثيرا منا حينما يهل الشهر ينشط للطاعة وربما كان في فكره أنه سيستغل هذا الشهر استغلالاً حسناً ثم ما يلبث أن تمضي أيام هذا الشهر وتقوض خيامه فيلتفت الواحد منا فيجد أن حصيلته من استغلال هذا الشهر لم تكن على ما كان يؤمل هذه الظاهرة لها أسباب ولها علاج من أسبابها أن كثيراً من الناس ينشط في أول الشهر ويفتر في باقيه لأن القلب لم يألف العبادة ولم يجد حلاوتها لأن القلب إذا ألف العبادة ووجد حلاوتها ثبت عليها واستزاد منها وهذا يحتاج منا أيها الإخوة إلى إصلاح قلوبنا كما أنه أيضاً يحتاج منا إلى مجاهدة ومصابرة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إذا جاهدت نفسك في الله عز وجل ومن أجل الله ومن أجل القيام بطاعته سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل كريم فضله عظيم سيفتح لك أبواب رحمته من الأمور التي تعين على معالجة هذه الظاهرة الأمر الأول الاستعانة بالله عز وجل الإنسان منا أيها الإخوة بنفسه ضعيف إذا وكل إلى نفسه وكل إلى عجز وعورة وذنب وخطيئة ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولهذا نحن أيها الإخوة بأمس الحاجة إلى الاستعانة بربنا عز وجل نحن نقرأ في كل صلاة بل في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين على عبادتنا إياك وعلى سائر شؤوننا إلا بك هذه الاستعانة أيها الإخوة تتجلى في أمرين الأمر الأول أمر قلبي وهو التوكل على الله عز وجل في القيام بما يرضيه جل وعلا بمعنى أن يعتمد قلبك على الله عز وجل في تحصيل مراضيه سبحانه وتعالى فلا تتكل على جهدك ولا على أحد سوى الله وإنما يعتمد قلبك على الله عز وجل وإن كنت تبذل الأسباب وتجتهد فيما قدرت عليه منها إلا أن المعول عليه هو اعتمادك على ربك عز وجل
الذي لولا فضله ورحمته ما زكى أحد منا أبدا. الأمر الثاني أيها الإخوة هو دعاء الله والتضرع إليه. معاذ بن جبل رضي الله عنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال له: والله إني لأحبك يا معاذ، أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء العظيم أيها الإخوة ليست مشروعيته مقصورة على أدبار الصلوات المكتوبات، فقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم. قال: قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. أمر آخر أيها الإخوة يعين على العبد على استغلال هذا الشهر وهو تحقيق الإيمان والاحتساب. في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. نلحظ أيها الإخوة أن هذا الفضل العظيم وهو مغفرة ما سلف من الذنوب مشروط بأن يكون الصيام والقيام إيماناً واحتساباً. فما معنى الإيمان وما معنى الاحتساب؟ إيماناً يعني إيماناً بالله وتصديقاً بثوابه ورضاً بفرض الصوم. ومن الإيمان الاحتساب، لكن نص عليه لأهميته في هذا الموضع، وهو طلب الأجر والثواب من الله عز وجل. لا يصوم ولا يقوم رياءً ولا سمعةً ولا مجاراةً لمن حوله، وإنما لله عز وجل ومن أجله وطلباً لثوابه. هذا الإيمان والاحتساب أيها الإخوة إذا وجد في القلب ذاق العبد حلاوة الطاعة، فإذا ذاق القلب حلاوة الطاعة ثبت عليها واستزاد منها. وإنما يجد المشقة في ترك المألوفات من تركها لغير الله، فأما من تركها لله فإنه لا يلبث أن تتحول هذه المشقة إلى لذة وطاعة في طاعة مولاه تبارك وتعالى. أمر ثالث أيها الإخوة أيضاً يعيننا على استغلال هذا الشهر، وهو أن يرتب كل واحد منا على نفسه أوراداً في اليوم والليلة. هذا الشهر كما تقدم الله عز وجل قال: أياماً معدودات. نصيبك من هذا الشهر بقدر نصيبك من كل يوم من أيامه، فإذا أردت أن تستغل هذا الشهر الاستغلال الأمثل فوظف على نفسك أوراداً من الطاعة في كل يوم وليلة لا تخل بها، وتجعلها شغلاً لك تعتذر به عن سائر مشاغل الدنيا. إذا فعلت ذلك حصل لك استغلال حسن لأيام هذا الشهر. تصلي الفجر فتذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم تصلي أربعاً كما جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم صلي لي أول النهار أربعاً أكفيك آخرة. تصلي العصر تذكر الله عز وجل وتتلو القرآن إلى غروب الشمس. عندما تصلي مع الإمام التراويح حتى ينصرف يكتب لك قيام ليلة، ومن فضل الله عز وجل أن الليل كله وقت للصلاة، فحتى لو أوترت مع الإمام تصلي مثنى مثنى ولا توتر مرة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة. وإن أحببت أن تشفع الوتر مع الإمام وتصلي مثنى مثنى ثم تجعل وترك آخر الليل فهذا حسن، بل هو الأفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولقول عائشة رضي الله عنها: انتهى وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحر. هذه الأوراد وغيرها إذا وظفتها على نفسك كان ذلك طريقاً
لاستغلال أيام هذا الشهر. أمر آخر أيضا وهو الذكر المطلق والنفل المطلق في سائر ساعات هذا اليوم من أيام رمضان. في حديث عبد الله بن بسر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل أتشبث به، يعني أتمسك به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وإذا كانت هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل في كل وقت وفي كل حين، فإننا في هذا الشهر الكريم الذي فضله عظيم بأمس الحاجة أن نعمر قلوبنا وألسنتنا بذكر مولانا جل وعلا. وهذا الذكر وأنت في السيارة وأنت ذاهب وأنت جالس وأنت تنتظر وفي أي وقت، هذا الذكر يحيي القلب. فإذا أقبلت الصلاة وحان وقت الصلاة تؤديها بخشوع وبطمأنينة، لأن هذا القلب طوال اليوم معمور بذكر الله عز وجل، متصل بربه ومولاه جل وعلا. ومن ذلك أيضا النفل المطلق، يعني تستطيع أنك تصلي في غير أوقات النهي ما تيسر. يعني صلاة الضحى هي من الأمور المرتبة، لكن مثلا لو أردت أن تصلي بين الظهر والعصر ركعتين ركعتين فهذا حسن، هذا يسميه العلماء نفلا مطلقا. لو أردت أن تصلي بين المغرب والعشاء ركعتين ركعتين هذا نفل مطلق. كل هذا مما يعمر القلب ويقوي الصلة بالرب جل وعلا. أختم بأمر وهو أن هذه الأسباب حتى يتيسر للعبد الأخذ بها لا بد من أمر آخر، وهو مفارقة العوائد الصادة عن سبيل الطاعة. كل واحد منا أيها الإخوة قبل رمضان تعود على عوائد في قضاء أوقاته وفي مخالطاته للناس. هذه العوائد قد تكون تضر وقد تكون لا تنفع وقد تكون تصد عما هو أنفع. لن يتم لك أيها الأخ المبارك استغلال هذا الشهر إلا إذا عزمت على مفارقة كل عادة تحول بينك وبين استغلال هذا الشهر فيما يرضي ربك. ومفارقة العوائد أمر شاق على النفس، لأن النفس ألفتها وتعلقت بها، لكن هذا الشهر هو شهر الصبر. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، كما أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يصوم رمضان ويقومه إيماناً واحتساباً، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.